أول دفعة من لقاحات مرض جدر القردة وصلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز تفشي المرض. جرعات من اللقاحات التي تصنعها شركة بافاريا نورديك تبرع بها الاتحاد الأوروبي للكونغو وصلت اليوم إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا. هذه الدفعة الأولى تتضمن 99,000 جرعة، وسيتم تسليم دفعة أخرى يوم السبت ليصل المجموع إلى 200,000 جرعة. المرض الذي ينتشر من الكونغو وصل إلى 12 بلداً أفريقياً آخر، بينها كينيا ورواندا وأوغندا، وحتى نهاية الشهر الماضي توفي أكثر من 600 شخص وأصيب نحو 23,000 بمختلف المتحورات في القارة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي أعلن الشهر الماضي أن المرض حالة طوارئ صحية عامة عالمية، قال قبل أيام إن المنظمة تعمل على تسريع الوصول إلى اللقاحات وتوزيعها، مضيفاً أنه بالإمكان وضع حد لهذا المرض خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تنتظر أفريقيا تسلم مليون جرعة خلال الفترة المقبلة.